فمتابعي الكرام، متابعي قناة الشوف تي في، مرحبا بكم معنا في هذا البث المباشر على قناة الشوف تي في. افتحية لكم من هذا المنبر، منبر القناة، جولة بإقليم سازان. عين الأصدقاء يتواصلوا معنا باش نبداو الدردشة ديالنا اليومية. متابعي القناة افتحية لكم، ونهضروا على موضوع ضجة الرياضة بالمغرب والشباب، ولا دابا عطيه اهتمام المباراة الرياضية والتحديات. واش ما كنشوفوش وسيلة الابتعاد على المخدرات، او وسيلة ابتعاد على رفاق السوء، او وسيلة ابتعاد على الحاجة اللي ماشي في صالح الشباب. متابعي قناة شوف تي في، فمرحبا بكم معنا في هذا البث المباشر على قناة شوف تي في، وتحية لكم من هذا المنبر. متابعي القناة افتحية لكم من هذا المنبر أصدقاء شوف تي في. يعني ولينا كنشوفوا بزاف ديال التحديات دابا في مواقع التواصل الاجتماعي، والضجه اللي خلقها الملولي بعد ما تحدى ريكو. ولينا كنشوفوا بزاف ديال الابطال بانوا مغاربه، ولينا كنشوفوا بزاف ديال الشباب اللي ولا كتعطوا الرياضه، ولينا كنشوفوا بزاف ديال الابطال اللي بغاو ياخذوا غمار التحديات. متابعي قناه شوف تي في، واش ماشي بادره طيبه باش ماشي بادرة طيبة متابعي قناة شوف تي في باش تحبس هاد الموجة ديال المخدرات وتعاطي المخدرات والانحراف بزاف الامور؟ يعني نشوفوا شباب ناجح، نشوفوا شباب كيتقاتل في مباريات اللي كتكون حبية وليس مباريات قتال، وما نشوفوش الشباب كيتعاطى المخدرات. متابعي قناة شوف تي في، شنو الرأي ديالكم بكل وضوح؟ متابعي القناة، الرأي ديالكم بغينا نسمعوا الآراء ديالكم باش نبداو النقاش ديالنا. أنا في دوري أنني نشوف شباب كيتحدى في مباريات رياضية، وما نشوف شباب كيتعطى المخدرات، وما نشوف شباب ماذا أقول، كيدير أمور سلبية في الحياة ديالو. متابعي قناة شوف تي في، فشنو هو الرأي ديالكم أصدقاء القناة في هذه الموجة ديال الرياضة اللي بانت في المغرب مؤخرا، اللي كانت أقولها هي موجة إيجابية وليست بسلبية؟ فالرياضة كتبقى رياضة، الرياضة كتقضي على الموبقات وكتقضي على التعاطي للأمور السيئة. متابعي القناة، بغينا نعرفوا الرأي ديالكم. اعتبرها فكره رائعه انك تكون تحديات ومباريات. حتى انا بالنسبه كقناه شوف تي في كيجيو عندي الدراري كيقول لك انا بغيت نتحدى، انا بغيت نهضر على الرياضه، ولا الواحد دابا كيتعاطى للرياضه بزاف. فما عسي اقول الى بادره طيبه، هذه ايجابيه وليست بسلبيه.
مجاولة بإقليمي تازم تبقى قناة شوف تي في. تزامنا والحديث على فكرة أن الشباب يتعاطى للرياضة في المملكة المغربية ويتعاطى للتحديات الحبية، ماشي التحديات اللي غتكون فيها الخشونة والتبقات، بل تحديات حبية. مباشرة من إقليمي تازة متبع قناة شوف تي في، أفتحية لكم من هذا المنبر، منبر شوف تي في. ملك المداني، مرحبا بك يا اختي، مرحبا بجميع متابعي قناه شوف تي في، الراي ديالكم في الرياضه، متابعي قناه شوف تي في والموجه الرياضيه اللي واقعه مؤخرا بالمملكه المغربيه واللي شفناها ايجابيه بالعين ايجابيه وليس بالعين السلبيه، او من الزاويه الايجابيه وليس من الزاويه السلبيه. تحدي الابطال بيناتهم، تحدي المغاربه بيناتهم، الواحد يترين يخلق جو تنافسي، الواحد يتقيد في نادي رياضي ويخلق جو ديال التنافس. متابعي قناه شوف تي في، شنو رايكم في هذه الموجه بالمملكه المغربيه اللي كتحارب، اقولها بطريقه او باخرى، الموبقات، المخدرات، الاجرام، بزاف الامور، بزاف الامور. موجه ايجابيه وليست بسلبيه، ومن الاوليت اقولها نجح في خلق التحدي، او نجح في خلق مجموعه من التحديات.
دري ستاز ان شاء الله غادي يكون فيها ابطال غيتحداو الملولي، وغدا ان شاء الله غادي يكون معنا اول لقاء مباشر باذن الله. فيعجبنا الحال نشوفوا ابطال رياضيين، ويعجبنا الحال نشوفوا ابطال كيزاولوا الرياضه اللي كتعجبهم، يكون واحد الجو ديال التنافسيه. متابعي قناه شوف تي في، ولما لا فالتحيه لجميع متابعي قناه شوف تي في داخل المغرب وخارج المغرب. الرياضه تبعد الشباب على المخدرات، هذا هي الرساله اللي بغيت نوصل لكم متابعي قناه شوف تي في. فاذا كان الشباب انه يتوجه للرياضه باش الحفاظ على اللياقه ديالو لصحته ويبعد عن المخدرات، فلما لا تشجيع هذه البادره اللي ناجحه بالمملكه المغربيه، ولما لا التشجيع لهذه المبادره اللي بالمستوى متابعي قناه شوف تي في. سعيد تبارك الله عليك، مرحبا بك، مرحبا بجميع متابعي قناه شوف تي في داخل المغرب وخارج المغرب. افتحيه لكم من هذا المنبر. إيمان مرحبا يا أختي، تحية لك إيمان، مرحبا بك معنا في هذا البث المباشر.
محمد مرحبا بك يا اخي، مرحبا بجميع متابعي قناه شوف سيفي. شنو رسالتكم لهاد الموجه ديال التحديات اللي كاينه بالمغرب مؤخرا على مواقع التواصل الاجتماعي؟ واش هي ايجابيه ام سلبيه؟ والراي ديالي المتواضع كنعتبرها موجه ايجابيه باعتبار التحديات اللي يقضيو على المخدرات، يقضيو على الموبقات، يقضيو على بزاف الامور. فمرحبا بكم معنا ايضا في هذه الجوله، مرحبا سي سفيان في هذه الجوله المباشره مباشره على على قناه شوف تي في. افتحيه لكم، شكرا. ايمان من تطوان، مرحبا بك اختي ايمان، افتحيه لك يا اختي ايمان، ومرحبا بك معنا في هذا البث المباشر. الرياضة تبعد الشباب على المخدرات من بطبيعة الحال، أجل الرياضة تبعد الشباب على التعاطي للمخدرات، أجل فتحية لجميع متابعي قناة شوف تي في، مرحبا بكم معنا في البث المباشر. هذه الجولة بإقليم تازة، نتلاقاو بعد قليل مباشر آخر، استودعكم الله وإلى اللقاء.